الحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن صراع الميليشيات والكتل السياسية على المناصب مع حديث الكاظم استكمال حقائبه الوزارية. معنا هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. مرحبا بكم دكتور جاسم. إذن إياد علاوي صرح بأن حكومة الكاظمي تريد الاستمرار في عملها ولا تنوي إجراء انتخابات مبكرة، كيف تقرأ هذا التصريح؟ شكرا لكم. أنا أعتقد أن الكلام ليس غريبا، سبق وأن أكدنا أن ما ذكر عن انتخابات مبكرة هو نوع من التخدير للجماهير العراقية المنتفضة في بغداد وبقية مدن الجنوب، ذلك لأن البرنامج الذي طرحه مصطفى الكاظمي لا يمكن أن يتصور أنه برنامج مرحلي، وإنما هو برنامج تكميلي لحكومة عادل عبد المهدي. معلوم لأن البرامج لا يمكن أن تكون، البرامج الكبيرة لا يمكن أن تكون عبر عدة أشهر، والانتخابات المبكرة يفترض أن تكون ما بين 6 أشهر إلى عام في يعني أعلى التقديرات، وبالتالي هذا الأمر ليس جديدا، وتوقعنا أن تكون حكومة الكاظمي تكميلية وربما تأخذ عمرا كاملا وهو 4 سنوات، وعليه أتصور أن القضية هي نوع من التخدير المرحلي للجماهير، وأتصور أن الكاظمي سيبقى في المرحلة على الأقل ل3 سنوات مقبلة. الآن هذه التصريحات، هل تعتقد أنه دعوة إلى يعني انتخابات مبكرة هي شكل من أشكال الصراع الخفي بين الكتل السياسية، صراع على المناصب، ربما لابتزاز الكاظمي والإملاء عليه من أجل قبول مرشحين معينين في بعض المناصب؟ هو الآن هنالك تحرك من جانبين، التحرك الأول هو تحرك نيابي، والتحرك الآخر هو تحرك مضاد للتحرك الأول، وسنتكلم عنه لاحقا. التحرك النيابي متمثل بسائرون التابعة لمقتدى الصدر ومن معها من الكتل، يريدون أن يسحبوا الثقة من رئيس البرلمان، وكما أشيع أنه ربما خلال الأيام القادمة سيعني يتم رفع سحب الثقة من رئيس البرلمان، وربما هذا الأمر له تداعيات على رئيس الحكومة. بالمقابل هنالك تسريبات أنه ربما هنالك اتفاق ما، وهو طبعا اتفاق دستوري إن صح هذا الأمر، على الترتيب ما بين الكاظمي ورئيس الجمهورية لسحب لحل البرلمان العراقي. وفقا للدستور يمكن لرئيس الوزراء أن يقدم طلبا لرئيس الجمهورية على حل البرلمان، هذا الطلب إن وافق عليه رئيس الجمهورية يمكن في تلك الساعة حل البرلمان. لكن السؤال، هل هؤلاء جادون في الذهاب لهذه الخطوة؟ يعني حقيقة أنا أشكك جدا بهذه الخطوة، ذلك لأنهم هم يعني حصيلة لتوافق سياسي في عموم العراق، ولا يمكن أن ينقلبوا في لحظة على هذا التوافق، لأن هذا الأمر سيقود إلى ربكة سياسية كبيرة في العراق، ومعلوم أن غالبيتهم لديهم مصالح شخصية وحزبية وفئوية وقومية يريدون الحفاظ عليها، وبالتالي لا أتصور أن هذه الخطوة ممكنة على الأقل في المرئي والمنظور في هذه المرحلة. هذا في الجانب النيابي البرلماني، وفي الجانب الآخر تكلمنا عنه، هو الجانب ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. نعم. يعني يتم يرفع رئيس الوزراء، يقال هذا الكلام، هنالك تسريبات هذا اليوم أن رئيس الوزراء ربما سيضغط من أجل رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لحل البرلمان. نعم، يعني هو يخص البرلمان عموما الحديث. نعم، وهو طيب. قادر على ذلك وفقا للدستور، إن وافق رئيس الجمهورية يمكن حل البرلمان في العراق. يعني ألا تعتقد أن أيضا الحديث عن تغيير أعضاء المفوضية، مفوضية الانتخابات، يعني ما الذي سيقدمه تغيير أعضاء المفوضية؟ ما الذي سيختلف برأيك؟ والله لا شيء، كل ما جرى اليوم هو يعني هذه المرحلة عن كلام عن مفوضية انتخابات هو تغيير للوجوه. القضية هي في قضية
المزاحة في هذه المفوضية، نعم هنالك خلل، يعني هنالك اتهام في الانتخابات الماضية، هنالك اتهام أن غالبية الذين صعدوا في الانتخابات هم بأصوات مزورة، وبالتالي القضية لا تتعلق من سيكون رئيسا لهذه الكتلة. ينبغي يعني إعادة النظر في مجمل العملية السياسية في العراق، على أن لا تكون يعني يشترك فيها أي قاتل أو متهم بسرقة أموال العراق، وأن تكون هنالك انتخابات نزيهة. هذا الأمر غير موجود، وبالتالي كأنهم، وأقصد هنا السياسيين الموجودين في العراق، يحاولون التغليس عن مطالب الجماهير العراقية، ويستمرون بالعمل كأن الأمور وردية وكأنهم يبنون دولة حقيقية، وهذا الأمر لا يتفق مع الواقع. ذلك لأن اليوم هنالك مظاهرات في بغداد ومدن الجنوب ربما خفت بسبب فيروس كورونا، لكن النتيجة أعتقد أن الغضب الشعبي مستمر، ولا يمكن لهؤلاء أن يخدعوا شباب العراق ثانية. وأتصور أن الأيام القادمة ستعيد ثورة تشرين ثانية، وأن هؤلاء يعني إن بقي هذا الزخم الشبابي الشعبي، أعتقد أن مصيرهم هو إما يعني القبول بتطبيق مطالب الجماهير العراقية، أو ربما نصير غالبيتهم إما إلى السجون أو إلى الهرب خارج العراق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري.